شيل خمسة يا دوب، يا بلاش شيل خمسة يا دوب. صعبة جدا، صعبة أوي. هاخد الأرنوب ده، احنا واخدينها بقلب أوي. صعبة أوي، صوابع وبدا دقة وبدا عالية. واخدينها بقلب. فيلو؟ فيل ده ولا أرنب؟ وهنا في عندنا تراك أو تراكتور أو شو اسمه. أنا هاخد الفيل. يا مسهل يا رب. الفيل. أخبارك يا سأ؟ أنا تعبان يا قلبي. طمنا عليك. أنت أيام الطفولة تعيد يوما. دي كانت طفولة مشردة بتاعتك. ذهب الليل طلع الفجر ولا العصفور سو سو. شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو. ذهب الليل. قالت له سيب القطة وخليها في حالها. لما درست ورمى كراسته وراح جر شكلها. انا كده وصلت للاسفل. ممكن تاخدها في ايدك حماده هنا. خلاص برافو. اللي بعده نقطة. ممكن تستخدم ايدك. ايوه بيدي طبعا. طلع الدبدوب ده ولا الارنوب ده. ممكن بقى هنا تستخدم ايدك. يلا انا مش عارف يا ماما استخدم. بودانه. ايوه اشرب. يلا الجيم ده بخمس نقط يا شباب. ركزوا ركزوا. ممكن تاخدها، ممكن تاخدها بايدك. اوكي طب ايه دي بقى؟ طب نجيبها ازاي دي؟ هتاخد الكره ولا هتاخد الطوق؟ يلا اتفضل له اي خدمه. يا برافو حمادة والجمهور. برافو. فيك تاخدها بإيدك هنا حمادة. برافو. أوكي تمام بيرفكت. ماشيين زي بعض. وده كتاب قصة ولا أنت عايز الكورة؟ ماشي. هاخد الكورة إزاي بقى؟ مش عارف. أنت هتعرف تاخد الكورة دي؟ ثلاث ألعاب عدوا وفاضل لعبتين. حمادة كسب. اوكي اوكي برافو حماده. لسه عندنا معلش لسه كملتش الكوره دي. مع ربنا. انا اخبارك يا سقا؟ صعبه جدا يا حماده. طب اعمل ايه؟ براءه للجميع. الكوره دي طبعا حماده. اخر لاعب اخر كوره. لا هو شغال. انا عيني عليه، عيني عليه قبل النظره. ايوه يا احمد. يلا يا احمد. ايوه يا صعبه يا جماعه. برافو. يلا يلا الكوره يا احمد. يلا الكوره. يلا الكوره. لو وقعت منه، بليز. منه لازم تقع يلا منه. يلا يلا صوابع انامل انامل. لازم تقع منه. وقعت ولا ما وقعتش؟ وحماده بيكسب وسجل الالعاب يا جماعه. والله برافو عليكم اتنينكم. حماده هلال كان خمسه، احمد سعد كان خمسه. هلا حماده هلال صار 10.